افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة صباح اليوم فرعين جديدين لبنك رأس الخيمة الوطني في منطقتي الضيت والخران في الإمارة. وتفقد سموه أقسام الفرعين واستمع لشرح موجز حول الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، والتي تتضمن الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية والودائع، إضافة إلى اطلاعه على أهم التقنيات الحديثة والبرامج المقدمة للعملاء. وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إن افتتاح فرعين جديدين لبنك وطني هو مؤشر على الاستمرار في النمو، مشيرا إلى أهمية مساهمة البنوك في التنمية والتطوير في المجالات كافة.